احنا عمال في هذا الفندق، هذا فندق كينزي بسمه، كنا خدامين، جات الفجعه ديال كوفيد 19، قال جات جا عندنا لو ديريكتور، دار معنا الاجتماع، قال لنا غتمشيو تبركوا لي بيرسونيل ديال لوتيل، غيمشيو بركوا كونجيات، اللي عنده شي كونجي غياخذوا، وحتى الكونجي ديال 2020 غتاخذوه غتبركوا، صافي دي كونجي بي لي بيرسونيل كاع ديال لوتيل مشاو بركوا، وبقاو خدامين بعض الناس، بقاو خدامين شي 10 ديال الناس. جينا دابا دخلنا من الكونجيات، غيسيروا ديوركم غدا ارجعوا، غيسيروا ديوركم غدا ارجعوا، كنمشيو نجيو كنمشيو نجيو. ملي جينا اليوم كيقول لينا سيروا وغنخلصكم غير 50%، ولو موا 5 غندفعكم الصندوق كوفيد 19. انا واخد كونجي ديالي بي اللي هو من حقي، باركو ماشي بارك على حساب كوفيد 19، وكانت تجي مني ندخل نخدم كنتسنى الصالير ديالي، كتقول لي لا ما غنخلصكش غنعطيك غير 50%. كي دايره هادي لي سالير ديالنا ما كيتجاوزوش 3000 4000 درهم، وكاين اكثر من 60 ديال الخلق خدامه هنايا، كاين اللي حال جوج بيوتات ثلاثه البيوت كيصرف عليهم بهذيك 4000 درهم، وكتجي انت وفانت كونت كتقول لي غنعطيك 50%. كي غيدير لي هاد السيد هذا؟ انا عندي 3000 درهم وغتقول لي غيعطيني 1500 درهم، 1500 درهم شنو غندير بها؟ شنو غناكل بها؟ غنركب بها؟ غنخلص بها الكرا؟ انا كاريب 1700 درهم، هذيك 1500 ما مغطيش ليا حتى الكرا ديالي، وعندي ان كريدي في لابونك، والناس عندهم تريطات. مني باغي انا تصيفطني الكوفيد 19؟ في البدايه ديال لاسيتياسيون ريح معايا وقول لي انا غنصيفط كوفيد 19، سير ريح في حالاتك ويبقى عندي الكونجي ديالي حتى داك حقي. هذه مجموعه اوتيلات مجموعه فنادق كينزي، يعني عندها دي زوتيل في المغرب كامل، من اكبر لي غروب ديال لي زوتيل غير في العالم، اللي هو رئيس نقابات الفنادق في المغرب. شو البيرسونيل ديال رئيس فنادق فيدرالية ديال سميتو في المغرب، كيفاش كيتعاملوا معاهم؟ كيفاش كيتعاملوا معاهم؟ وكيفاش كيتعاملوا معنا؟ حنا ماشي بيرسونيل خدامين في هذه الشركة، أنا أقل واحد خدام في هذه الشركة خدام 7 سنين، هنا الناس ضاربين 30 و40 عام، وكي السلام عليكم ما كيقولهاش لهم، ما بغاش يريح معاهم السيغطابل ينوغوسي مع الناس، ديروا داك الشيء اللي بغيتوا، اللي في جهتكم ديروا. السلام عليكم، حنا العمال ديال الكنزي بسما، كنا كونجي ديالنا، جينا في هذا الشهر باش يخلصونا، قال لك لا ما غادي بغاوش يخلصونا، وكنا مريحين الكونجي ديالنا وخدمنا فيه سوروبو وخدمنا. خلصتوا الكونجي ديالكم؟ ما بغاوش يخلصونا في الشهر ديالنا. ودابا فاش جيتو من الكونجي باش تخدموا؟ لا قال لك لا. ما عندهم مشكل؟ خلانا هنايا مع تقريبا شنو ديال العمال؟ حنا 60 ديال العمال. شحال واحد باقي خدام؟ ما بقاش بزاف خدامين الناس بزاف. بحال هكاك ودابا انتوما شنو طالبوا؟ حنا كنطالبوا بالخلاص ديالنا ديال شهر 4 اللي خدمناه، كنطالبوا بالخلاص ديالو. الشق القانوني خصكم تخلصوا. حيت خدينا فيه كونجي وخدمنا فيه ولوطيل كان عامر. عمال كلشي كان خدام. وضربنا فيه تمارة بينا، ضربنا معاهم سنين، كاينين اللي ضرب 10 سنين 30 عام 24 عام. شهر رمضان وما عقلوش علينا، في حتى شي حاجه، بحال عمرنا ما خدمنا هنايا، بحال عمرنا ما عرقنا هنايا في هذا الوطيل. عندنا وليدات، انا نيت عندي وليدات، عندي لاطخيت ديالي، عندي بزاف د الحوايج، وهما ما عقلوش علينا نهائيا. باختصار شي كلمه باش تقولي لك؟ بغينا يشوفوا فينا ويخلصونا، بغيناهم يخلصونا في الشهر ديالنا. هادشي ما كان. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.